التصوف عالمه يعني واسع وفسيح وطرقه المقربه الى الله متعدده بتعدد الروحانيات مع الله والاسرار مع الله سبحانه وتعالى لكن كقاعده عامه نشاهد في العقود الاخيره كثير من المتشددين والأفكار التي يمكن حاولت غزو المجتمع المصري ثم لفظها المجتمع المصري لكن بقي بقيت يعني مراكز ثقل لا تزال يعني تراود الناس عن وسطية دينها لماذا ترفض هذه الطيارات القبول بالصوفية لماذا تهاجمها طوال الوقت لماذا تنتقدها طوال الوقت ماذا لها في الصوفية سيدنا النبي لما أتى بالإسلام وكان الإسلام ديانة غيرت وجه الصحابة بعض المستشرقين يقولوا حفاه عراه خرجوا ليغزوا العالم بنى الإنسان سيدنا النبي بنى الإنسان في صورة الصحابة الكرام أخرجهم من الجاهلية أخرجهم من الظلمات إلى النور فعلا غير مفاهيمهم فتغيرت وجهة نظرهم للحياة فتغير بعد ذلك قد يكون ما تركه لنا رسول الله من ميراث اصبح عاده لا عباده